مساء الخير خوتي خواتاتي، بونسوار تو الموند، مرحبا بكم، السلام عليكم. هل انتم في الاستماع خوتي خواتاتي؟ مساء الخير عليكم. اسكو فوزات اليكوت ومرحبا بكم. Une soirée spéciale, les lives d'Algérie Part sont de retour. Nous sommes là, analyse, enquête, investigation, révélation, débat, aucune censure, aucun tabou. Marhaba bikoum khawti khawtati, est-ce que je m'arrête de la nas, comme ils se voient au fina, est-ce qu'on me chauffe au fina? Est-ce que l'image elle est bonne, l'âne comme je m'arrête? نستناو جوست كلكم تي سكوند باش الجماعة قاع يلحقو التران يضربو يطلعو في التران معانا. عزو الفلاون خاوتي خواتاتي اونكور اون فوا، مساء الخير عليكم. كيما كنت نقول لو منو دو سو سواغ سا سخا منو ان بو سبيسيال، سيت اون اليكسيون، اليوم عندنا منو ان بو سبيسيال. مرحبا بكم اونكور اون فوا خاوتي خواتاتي، واهلا وسهلا كاع الجزائريين وجزائريات الوطن والجزائريين الجالية الجزائرية وتولي سارجوريان كي ديان دو توت لي 48 ولاية ولا دو توت لي ريجيون دو موند لما يتبعونا ديما في الجيري بارت. مرحبا بكم، تبعتو سارتانمون البارح درنا لكم بليزيوغ لايف في الجيري بارت، درنا اون جورني سبيسيال اليكسيون بريزيدونسيال، كانوا معنا دي كرونيكور، كانوا معنا دي اوبسرفاتور دي ميليتون دي سانديكاليست. اون اي سي دو ديكريبتي، اون اي سي ديسبليكي. حنا نوتخ اوبجيكتيف يا جماعة نقولوها بكل حرية، حنا وني با ما رانا ضد ما رانا معاه، حنا رانا مع الحق. وحنا الحق هو شنو هو؟ اننا نعطو لي زارجونيان اون انفورماسيون كي فيابل، اون انفورماسيون ديتايي، دي فغي اكسبليكاسيون، اون فغي اناليز، اي توجور توجور نو با اتر سو لا ديكتات دو لا سونسور. وحنا ما نستعرفو اوكين سونسور، وما عندنا اوكين ليني روج، وحنا لا سول ليني روج تاعنا سي لو ريسبي دو لا في بريفي تاع الناس. Et c'est l'intérêt national de l'Algérie. Et c'est le respect des sentiments les plus intimes des Algériens. Mais à part ça, on s'autorise le droit de parler de tout, d'aborder tous les sujets, d'essayer au moins à l'échauffer le tazlil i'lami, ou à l'échauffer le tazlil i'lami, ou à la propagande, ou à la manipulation des salafs de bled. C'est tout simplement du jamais vu. Wallah al-Azim, ran al-Tab'in. نقولها ونعاودها، والهضره هذه بزاف ناس يعني لاموني عليها وشتكاو مني وانتقدوني، ولكن هذه هي حقيقه. لارجيري تاع اليوم رانا نمشيو على خطوات مصر تاع السيسي، وما راهيش حاجه غريبه انه اول رئيس اجنبي اتصل وبعث برقيه للجزائر باش يهني تبون على الفوز تاعو في الانتخابات اللي داروها البارح هو السيسي الديكتاتور تاع مصر. ماهيش صدفه، سوني با اون سوربريز. Parce que nous avons fait le modèle de Sisi. Et avant d'aborder donc ce qui s'est passé hier, on a suffisamment expliqué dans notre droit des points hier jusqu'à 21h-22h. Fait Algérie Part, on vous a donné en exclusivité qu'on a fait le on ne s'est pas trompé finalement, alhamdoulilah. Ce qui prouve que nous avons des sources. وحنا ماناش نهضروا في البنبلاش نبلبلوا، ماناش نديروا في التعليقات هكذا ونهضروا في نهضروا في باطل. حنا نو زافون نو فيزون دو ان جورناليزم دانفستيغاسيون كي كونسيست ا مولتيبلي لي سورس ا ريكوبي لي انفورماسيون اي افوار دي شون فيابل كي سون دونك دي انستيتيو او سان دي انستيتيو دو ريجيم الجزائري بور كي بيس نو دوني لي انفورماسيون. حنا قلنا البارح في الليل باللي عبد المجيد تبون راح يديها وراح يكون هو الاول، وكي بقات 11% برك من لي بولتان دو فوت ديبويي قلنا لكم بلي راهو الحق 50%، وفينالمون الحق حتى 58% اكزاكتومون كيما يقولوا هما. حنا ماناش نقولوا لكم الارقام حقيقيه، حنا كصحفيين نجيب لكم الارقام قبل نعطي لكم المعلومات كيما راهو يدير فيها النظام قبل ما النظام يتكلم عليها. حنا وني با لا بور دي اسكو ديز انفورماسيون سون فغي ولا سون فوس، اسكو سي شيفر سون فغي ولا سون فو، اون فو بارلي دون سيت ايميسيون سو سوار. Mais il était question pour nous de vous dire voilà ce qui se passe à l'intérieur des institutions du système, et voilà ce que le système va annoncer et va faire. Et ça s'est passé exactement comme ça. Puisque Tebboune deuxième, Benguerina premier, Benguerina deuxième, 58%, 59% pratiquement. Est-ce que c'est des mêmes chiffres? On va parler de même à travers les arcades, ou à travers les haqaïques, ou à travers les lignes, ou à la chmihoubi finalement, le carouf au quatrième, ou qui va se mettre en carouf au deuxième. وش صرا في الكوليس
دونك نتكلموا عليها. انا ما نقدرش ندير حصه, je ne peux pas faire une émission sans que je parle de la répression des droits de l'homme de nos compatriotes. انا ما نقدرش نبدا اي حصه ونقدر اي وندي اي جزء في منبر بدون ما نتكلم على حقوق الانسان ولا حقوق الجزائريين. البارح صرال من البارح واليوم, البارح الخميس واليوم الجمعه, سيتي لي دو جور نوار دو لا ريبريسيون ان الجيري. الضرب اللي صرا, لي زاريستاسيون اللي صراو, الناس عدد كبير من الناس ترفدوا, كي راح الكوميساريه مازال ما صبناهمش. شفت حنا انا حنا كونترامون او زوتر ميديا الجيريان vraiment qui se sont tés de manière qui ont observé un silence honteux face au dérapage des services de sécurité, face aux atteintes caractérisées aux droits de l'homme, face à la hogra. شفنا les images, nous avons publié que les policiers ils ont tué les gens, ils ضربوهم. شفنا tout à l'heure sur la page Facebook اللي حطيناها حنا في الجيلي بارت la vidéo اللي في وهران كيفاش ضربوا في النساء, كيفاش ضربوا في الشيوخ عند البرتغالي. البارح الخميس كيفاش كان تجمع سلمي ولا بوليس ضربوا على الغاشي, بداو يصيدوا فيهم كانهم سراقين, كانهم يتعاملوا مع ارهاب ولا يتعاملوا. هذو مواطنين سلميين خرجوا البارح في حقهم الدستوري والشرعي يقولوا لا للانتخابات مع العصابات, ما كسروا ما ضربوا ما والو. اليوم يا جماعه البارح واليوم لا ريبريسيون صارت لعجب, لحقنا اون ايتاب تخي دونجوروز. انا ليا ما كاش فرق اليوم بين مصر تاع السيسي والجزائر تاع تبون ولا تاع قايد صالح. الفرق الوحيد انه مصر, في مصر تيروا على الناس بلي بال, هم يتيروا عليهم, تيروا عليهم بلي كلاش وقتلوا عدد كبير من الناس اللي كانوا مع الاخوان المسلمين وعدد من الناس حطوهم في الحبس. في الجزائر مازال ما لحقناش ليطاب هذيك والحمد لله ان شاء الله ما لحقولهاش. وحنا رانا ناضلوا ورانا نهضروا جوستومون باش ما نلحقوش هذيك ليطاب. هذا هو الهدف تاع النضال تاعنا والهدف اللي نمر فيه حنا. انا في المنفى شخصيا ماني نشوف يما, ماني نشوف بابا, ماني نشوف حتى واحد. راني هنا ناضل اترافير لو جورناليزم, سي سكو جو سي فير دو بلوس, سي مون ميتي. جو نو سوي با بلوس, جو نو سوي كان جورناليست, مي جو سوي لو بورت بارول اوسي, اي جو مي دوا داتر لو بورت بارول دو سي الجيريان كي لوت باسيفيكمون, كي سورت spécifiquement dans les rues et qui sont embarqués, arrêtés, maltraités. Et c'est de mon devoir d'avertir et de lancer les avertissements et de lutter contre ce projet dictatorial qui est en train de s'installer dans notre pays. Moulahada barki khabti khouatati bach ta'arfou le farq bin sahafa al-haqiqiya ou le propaganda ou la soumission ou le shita. شوفوا اليوم واش صرا في الكونفيرونس دو بريس تاع تبون. ياك تبون اليوم جواه 6 5 ونص 6 دار يعني مؤتمر صحفي وجاو ليه كاع الصحافه الجزائريه حتى بعض الوسائل الاعلاميه الخارجيه, جاو داروا مؤتمر باش تبون يهضر على الفوز تاعو على لي ريزولتا تاعو. دونك نحكوا عليهم من بعد. المهم دونك هذا الجزء مهم بزاف باسكو جزء حقوق الانسان وجزء الحقره اكسيتيرا سي تيريب تيري سي تري امبورطون يا جماعه. في اليوم مئات من الصحفيين كانوا قدام تبون, ما كانش واحد, ما كانش وحده سقساتو على الضرب والحقره اللي صارت في الجزائر البارح واليوم, وما كانش واحد ولا وحده اللي سقساه على جال على لي ديتني دوبينيون اي لي ديتني بوليتيك. سقساوه كاع الاسئله تاع العالم, سقساوه على فرنسا, سقساوه على اوروبا, سقساوه على لاكابيلي, ما سقساوهش يا ترى انت كرئيس جديد وش هو التعليق تاعك انك انت داروك رئيس الوغ في بلاد, هذه البلاد اللي داروك انت فيها رئيس, يعني من باب الحريه انت تتكلم بلي حريه الشعب, وراك تقول تبون بلي انا الشعب انتخبني بكل حريه. وين راهي الحريه يا جماعه؟ كي نشوفوا بلي مئات من الجزائريين في الحبس منذ اشهر باسكو خرجوا بلافته سياسيه ولا خرجوا بعالم امازيغي ولا خرجوا باش يتكلموا باش يطالبوا التغيير الجذري. وهذا تبون الرئيس الجديد هو كي نصب روحو كي يقول كي يربح وكي دار لا بروميير كونفيرونس تاعو تكلم على الحراك ويقول ويعاود في افكار الحراك. اذا ضد علاش الناس الزبوله كي خرجوا في الشارع وتكلموا على افكار الحراك وعلى التغيير الجذري وعلى الحريه وعلى حرب ضد الفساد وعلى الهويه تاعهم رفدتوهم وحطيتوهم في الحبس؟ اوكان كومونتير جو ني جامي فيو دون ليستوار dans l'histoire politique mondiale, en tout cas contemporaine, يعني في العصر الحديث في العصر اللي انا عايشين فيه ما شفتش انا رئيس جمهوريه يربح انتخابات وما يقول حتى كلمه على الحقره على الضرب
على الناس اللي ترفضوا حطوها في الحبس بلاك حتى كلمة. يا أخي رئيس جمهورية جديد في بلاد برقعة مسكين مجاهد أكثر من 80 سنة راه يدور بين السبيطار والسجن. هذه هي الحرية تاع الشعب الجزائري يقدر يدخل فيها. درنا رئيس جديد وكريم طابو مسكين مرمي في الحبس في القليعة لتهم على جدي بيبليكاسيون سوير فيسبوك. خلينا من فضيل بومالا كيف كيف، خلينا من سمير بالعربي كيف كيف، وعدد كبير من الزواولة نساو رجال اللي مازالهم في الحباس وضربوهم بست شهور وعام، وحتى صحفي مطرح سؤال على تبون على قضية سجناء الرأي ولا سجناء السياسيين، كأنها صحافة جزائرية، صحافة عايشة في السويد ولا عايشة في السويس ولا عايشة في كش دولة ما فيهاش مشاكل مع حقوق الإنسان، ولا كأنه صحافة جزائرية ما تستعرضش مع حقوق الإنسان. هذه شو تيان لو دينونسي. حنا في الجيري باك nous avons des valeurs et je le dis je le redis nous c'est important que nous allons défendre la cause des détenus d'opinion et des détenus politiques jusqu'au bout. Et il n'est pas normal moralement, politiquement, constitutionnellement, il n'est pas possible, il n'est pas normal d'élire un président au moment où tu mets des centaines de personnes en prison. Hadi masrach ou qui dira est jdid qui dji يتكلم على كاع المواضيع غير على الناس اللي مامنين في الحبس ومحقورين. زيد اليوم خلينا نروحوا الحباس، البارح برك الضرب اللي صرا، المشاكل اللي صراو اكثر في سطيف، البارح لحقوا لو نوم دي زاريستاسيون في سطيف جوسكا 500 اريستاسيون اون جورني. كي خرجوا الناس في سطيف البارح خميس 12 ديسمبر وطالبوا قال لك لا الانتخابات لا للتصوير لا للنظام، 500 اريستاسيون ايتي كونتابيليزي بار دي سورس لوكال دي افوكا دي ميليتون دو دوات لوم. لازم نولوا وقت الاستعمار الفرنسي باش نعاودوا نشوف باش نشوفوا ارقام وحالات كيما هادو. صح ما قتلوهمش، صح ما تيروش عليهم بلا ما ضربوهم، ما قتلوهم ما عذبوهمش، ولكن رفضوا 500 شاب جزائري ومنهم نساء ومنهم رجال واغلبيتهم خرجوا صح ولكن خرجوا حتى تاع الليل، كاين اللي خرج عنده تاع الصباح. 500 اريستاسيون بور دي جون كي اون سورتي مانيفيستي. انت دير انتخابات وتقول باللي الشعب راهو حر، وكي يخرج الشعب ويتكلم في الشارع ترفضوا تحطوا في الحبس. هذه في سطيف برك، هذه البارح برك في سطيف. خلينا الاحداث اللي صارت في بجاية وفي تيزي وزو وين دي جون زون دي بروفوكي ولي زافرونتمون، وبكي حتى وسيله اعلاميه جزائريه ما ورات الناس كي سون بليسي. كاين اللي راح له، كاين اللي راح له مسكين عينيه، كاين اللي راح له من رجليه، كاين اللي تبليسا دي بالون كاويتشو. سي تيريبل كومون ان بريزيدون بو اتر ايلو دون دي كونديسيون باراي il ne fait même pas de commentaires et comment une presse زعما كي فو ات ليبر غير تلاقى مع البريزيدون جديد ان لي بوز اوكين كيسيون لاسو. صح les événements je ne vais pas beaucoup parler des événements de la Kabylie نخليها جزء الاخر. tout ce que je dis peut-être صح في la Kabylie il y a des gens il y a des jeunes qui ont exagéré ils ont provoqué par les services de sécurité mais il y a eu une répression terrible en contrepartie où l'usage de la force était disproportionné. Il y a un usage de la force qui était complètement excessif et injustifié. Mais allez, ne pas dire que je suis en train de faire les arrestations. Fait que le jour où le كيف كيف عاد نضربوا لا بوليس تضربوا تطيح او مومو وين تبون كان يدير لا كونفيرونس دو بريس تاعو ولا او مومو وين محمد شرفي رئيس الهيئه المستقله الانتخابات يعطي في ريزولتا الشرطه وسائل الامن تضرب في الشعب وترفد في الناس وتحطوا في الحبس وتحطوا في الحباس في لي جون لي كوميساريا في وهرنبرغ اون 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 كونتابيليزي 400 اريستاسيون. اليوم في وهرن 400 اريستاسيون 400 pratiquement arrestations. Steve Hilbert, 500 arrestations. New Fi Wuhan, 400 arrestations. C'est des chiffres astronomiques. Astronomiques. Zid, Tlemcen, Hakmo Asharat. Presque 100 arrestations, rien qu'à Tlemcen. Zid, 18 personnes ont été gardées dans une garde à vue où ils vont être présentées devant le procureur de la République dans le had de 15 décembre. Dans le had 15 décembre. 18 جزائري وجزائريه راح لا بلوبار من رجال جزائريين نقولوها مي 18 سيتويان الجزائريين حكموهم في تلمسان ايزون ايزون يا اون بريسك 100 اريستاسيون في تلمسان 18 غارداوهم اون غاردا فيو اي فون بريزونتي ديفون بروكيور دو ريبوبليك لو 15 ديسمبر. اين هي الحريه اللي تكلموا عليها؟ اين هي حريه الانتخاب هذه اللي تكلموا عليها؟ كيفاش رئيس جديد يقابلكم وانتم ما تقولولوش ها جماعه الشباب تاعنا نروحوا الحباس؟ سي با بوسيبل. والعقل وين راه؟ وين راه روح الوطنيه؟ وين راه يحب الحق؟
J'ai l'impression qu'en Algérie, on a perdu l'essence des valeurs. On se dit comme, fils Aïda, Lyon, Balkan des Aïda, Khayyam, le Bahou Sra. Il y a du Khayyam, combien les arrestations, t'as le Bahou, t'as Lyon, nous rejouons bien Al-Qam, Khayyaliya, des chiffres astronomiques, dignes d'une dictature, dignes, il n'y a aucune différence, ben, l'Égypte d'El Sisi et l'Algérie d'aujourd'hui. برك الفرق بلي المصر بتيروا على الناس وحنا مازال ما لحقناش ليها وان شاء الله ما نلحقوش ليها يوم غا تو فير باش ما نلحقوش ليها في سعيده 65 بيرسون اون ايتي اريتي 65 مدينه صغيره تلمسان قريب 100 سعيده 65 وهران 400 سي كوميم دي شيفر انورم انورم الناس ساكته نورمال ما تهدرش تروح تتكلم على الانتخابات سي ما في وهران لي زاريستاسيون بداو ابارتي دو 14h30 اليوم عاد من الزوج ونص وهما يرفدوا من الزوج ونص وهما يرفدوا الى ليست كبيره فيها مالك الشكايليه شريفه قدوري إذا روقان كريم بسعود كاين فيهم طفل نسام ساكن مريم عبيد بسعود كاين سعيد اسعد كاين هذا سعيد اسعد جورناليست في ليبرتي صحفي اون بلوس مهدي ازروان سامي نيت بهلول زيد عدد كبير سالمة داود مرة مسكينة سالم بن عيسى هادو قاعد ترفدوا لأنهم خرجوا اليوم فرح ولد محمد كيف مرة مسكينة هادو قاعد الناس خرجوا ترفدوا وترماو وداوهم الكويكيني كاين اللي ضربوهم وشفنا لي زيماج تاع وهران اليوم يعني ضربوا بريح كما يقولوا سيتي ايزون ايتي فريمون ماتخاكي ايزون ايتي فريمون بروتاليزي الوغ سي كوا لو خطاغ سي كوا لو واش داروا مسكين واش الجريمه تاعهم خرجوا للشارع باش يقولوا لا ماناش متفقين مع الانتخابات ماناش متفقين مع حلولكم السياسيه هذا رايهم اسيدي رايهم ياك انتم قلتوا بلي انتخبوا في حريه خلوا الناس يقعدوا خلي ما يحبش ينتخب يشارك في مظاهره ويكون حريه علاش تضربوا ضربك ما ضربش كسروا ما كسروش قطعوا طريق ما قطعوش طريق حرقوا بنوات في الطريق ما داروا والو سي كوم ام كراف سي كوم ام كراف تيزي وزو اليوم البارح يا يو ديسي مورتي دي زافرونتمون او لو دو كالمي لا سيتياسيون اي دو لوسي لو كالم روفنيغ اي بريزون بروسيدي ا 54 اريستاسيون 54 اريستاسيون في تيزي وزو منهم ان مينور ولحد الان مازالهم في لي كوميساريا سونترال تاع تيزي وزو دير لهم اون كارد افي وبالك نهار الحد يفون بريزونتي ديفون بروكيور دو لا ريبوبليك وكيل الجمهوريه يعني الجزائر التغيير وهذا الطريق كما هما يعيطوا كما السلطه الجزائريه سمتها الطريق للتغيير ما كاينش طريق للتغيير كاين الطريق للحبس الطريق الى السجن الطريق الى التعسف الطريق للضرب الطريق الى الاستبداد هذا هو الطريق تاع الصح وما كاين حتى واحد ما كانت عنده الشجاعه يحكم ميكرو يهضر مع تبون قال يا سي تبون تاعك رئيس جديد ام انتخبوك جماعه صح انتخبوك ارقام انتخبوك واحد 4 ملايين جزائري وهذا ارقام رسميه بان تكلموا على الارقام الحقيقيه وانت واحد فيما قالوا يا سي رئيس الجمهوريه الجديد درنا تعليق الناس راهم يضربوا راهم يروحوا الحباس راهم يطيحوا عليهم الاخر دي بليسي غراف كاين عين كاين مريض كاين قاسوا في عينه كاين يتكسر من يده اكسيتيرا اسكو فودغي فونيغ ا دي مور بور سو موبيليزي اي دير سا سوفي دي لا ريبريسيون مي نو On ne va pas attendre ce qu'il y ait des morts à Jemaa. On ne va pas attendre. Qu'est-ce que je te mets à dire derrière des caméras au chaud dans des salles de conférence? Vous ne dites rien. Ou un rahm s'y est signé. Ou un rahm. Les candidats de l'Ukraine, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Donc, les arrestations, ils ont dit qu'ils ont dit 4 femmes. 4 femmes, même les 18 qui seront présentées dans le had devant le procureur de la République. Al-Qam Moukhifa. حقائق لي فريمون يا كور لي فودري بالك لازم نهضر معاكم واحد 6 سوايع ولا 4 سوايع باش نحكي لكم شكون شحال واحد من ضربوه شحال واحد دخلوه الحبس في تلمسان بير في تلمسان باش انا في تلمسان واحد اسمه الصديق سايح اللي خوه راه في الحبس خوه اسمه عيصم سايح صديق سايح الى ايتي كيدنابي جاو ناس avec une Peugeot 206 en civil, رفدوه ورفدوا داوه. لحد الان مازال ما سمعناش من صديق سايح هذا. شاب جزائري جاء خوه في الحبس رفدوه، هذا شاب جزائري بيان سور من الناس اللي خرجوا في الحراك كل جمعه، من اصحاب الحراك، من الناس اللي نادوا بالتغيير، جزائري كما كاع جزائريين وجزائريين الحراك راهم يطالبوا بالتغيير، رفدوه اليوم يا جماعه. انا في 2019 انا داخل في 2020 شوفوا يعني كيفاش يتعاملوا مع الشعب الجزائري وقال لك انتخبنا وطريق الى التغيير ونديها والشعب الجزائري يكون فاخر وحنا ننتخبوا الجزائريين يا اخي تبون يا جماعه اللي راكم معاه
خافوا ربي شويه، خافوا ربي. كومون فو اكسبليكي واحد كيما صديق يا صديق سايح يتلفت الطريقه هذه ويخليوها ويرميوها، ماشي يرميوها بس ما بلاش وراه خطفوها كيدنابينغ وكيدناب دي سيتويان. هذا صار في التسعينات، هذيك كانت صار في التسعينات. دونك اذا الجزائر حتولي التسعينات، اذا المشروع تاعهم السياسي انهم مالغي الانتخابات نولوا روحوا التسعينات كيف كيف. وعدد الشباب الجزائريين وحتى الشفتيات يعني ماشي غير الرجال، كي الرجال كينسى لو نومبر دالجيريان اي دالجيريان كي اون ديسبارو اي كي نون با اونكور دوني دو نوفيل جوسكا مانتنون الي تيريبل. نعطيكم بالك اسم واحد اخر، السي حكيم دربان حكموه اليوم في اودا جوسكا مانتنون اون ديسون نوفيل، ما على بالناش وين راه، وين راه حكيم دربان ما على بالناش اون سي با. عدد يعني شو ما فريمون ما تيسيم سيلت، حتى في تيسيم سيلت جوسكا مانتنون دي بيرسوناليتي اريتي وما على بالناش وين راهم، منهم مولود زلاطي، عبد القادر بالقايد، وعليد عبد الحميد، بدر الدين عبد الحميد، هادو مواطنين جزائريين خط اللي خطفوهم اللي رفدوهم، واحد ما عملش من باور راهم. سي دي رياليتي كومبليتمون امير. دونك اون نو بو با بارلي دو ليبرتي، لازم الانسان يحسم ما يحشم على روحه. او فوز ات اون ديكتاتور اي فو لاسومي، او فوز اريتي دانسولتي لانتيليجونس دي جون، او فوز اريتي دانسولتي لانتيليجونس دي جون. ما تخدش تسب الذكاء الناس، ما تخدش كيف كيف عينتي موش انت. مسكين الانسان يقري الامازيغيه نبيل مشيش كيف كيف لايتي اريتي مزنوه ما لحد الان ما لبناش وين راه، ني العائله تاعو ني اكسيتيرا. كاين ناس كاين مساكن اباء كاين امهات راهم يخرجوا يروحوا الكوميساريا يحوسوا على اولادهم، يا ولاد وليدنا ما تخرجش للدار، خرج اليوم باش يروح يساند الحراك مازال ما تخرجش للدار. وين راه، وين راه باغ اكزومبل كيما لو جون عمر وازي، لو جون عمر هذا وازي مستوالي حتى دوكا براتيكمون عندها شحال ساعة 10 ونص تاع الليل حتى 9 ونص تاع الليل باش العائلة تاعو صابتو دون ان كوميساريا وخوه كان يحوس عليه من كوميساريا لكوميساريا. سي غراف، هادو طرق استعمارية، هادو هذا العنف هذا اللي ما عنده حتى مبرر. ياك نتوما راكو تقولوا ما نتوما تأمنوا بالأمن القومي وباللي الامن هو وما لازمش وراكم على المصالح الوطنيه وراكم تحبوا في الجزائريين. واليوم تبون في اول تصريح اعلامي تاعو كي دار لا كونفيرونس دو بريس تاعو قال لك انا راني حاب جو فو ديالوغي و جو دون ما وحراك اكسيتيرا. كيل ديالوغ بو سو فير افيك دي زاريستاسيون باغي، كيل ديالوغ بو سو فير افيك دي جون مساكن avec des gens ils trouvent d'où ils jouent avec des agents en civil ils trouvent d'où ils doivent faire tout le bien mais ben je me demande où je me dialogue tu peux te dire ma famille tu es sorti حتى 10 تاع الليل باش يسيبوا ولادهم في الكوميساريا. خلينا من الضرب، خلينا من الناس اللي راهم في السبيطارات يمحقوا كل كاميرا نو ليزا فيلمي. والحمد لله كاين فيسبوك، لو كان ما كانش فيسبوك لا ريبريسيون دالجيري اوري تي انكور بلو تيريبل. كيل تيب دو ديالوغ اون بو فير دون دي كونديسيون باراي، كيل تيب دو ديالوغ. Donc, quand je parle de quand quelqu'un fait une déclaration à la moindre des choses, les journalistes qui étaient sur place, quand monsieur Tebos, ben, il y a trop de dialogue, haouchkein, 500 arrestations fait, c'est terrible, c'est une mesure de dialogue. Alors, ben, 1000 arrestations fait, ouahran, c'est une mesure de dialogue. Mais allez, je goûte Tebos, là où je me souviens, il y a un. Ou bien, il y a un jour, je vais aller à l'Isse Jumhouria, ou bien, il y a un jour, je vais aller à l'Isse Jumhouria. ندخلوا دوك السوجي الدوزيام بعد ما تكلمنا على حقوق الانسان والحاله الكارثيه اللي راهي فيها بلادنا. ورانا رايحين، رانا ماشيين كي نشوفوا هذو الطريقه هذو كيفاش كانوا يتعاملوا مع الشعب الجزائري والناس كاع. انا يعجبوني الناس لي زيبوكريت اللي ما عندهم ني دين ني مله، يسبك في الفيسبوك يقول لك انتم خلونا نفوتو ما خليتوناش نفوتيو. صح ياك راحتو فوتيتو، يا با او دو جون كي فوزون امبيشي تفوتي. انا ما شفت اوكين ايماج وانا الجيري وين صحاب الحراك راحوا منعوا ناس يروحوا يفوتيو. صارت لا كابيلي كسو لي زيون اوكي مي نون با امبيشي دي جون دالي فوتي اون كابيلي بيرسون نا فوتي اون فا ابوردي سو سوجي لا ميتنون. وعلاش انتوما كي ابلي على ليبرتي اي كي فو فوليي اي فو افي بارتيسيبي ا سو فوت et vous avez voulu élire un nouveau président, ou alors vous ne dénoncez pas donc en fait vous ne croyez pas à la démocratie. Mais alors que l'intikhabat massa siyasi silmi massa siyasi démocratie massa si qui te dit massa siyasi démocratie ma da fait hurriyet huquq al insan hurriyet al mar'a hurriyet al ta'bir. وانتم تشوفوا الناس ينضربوا قدامكم، يعني ما شفتش انا كيفاش واحد يكون عنده الشرف يدخل مركز تصويت
ويشوف كي يخرج مكة التصويت يشوف ديجا ولاد بلادو ولا بنات بلادو يضربوا فيهم ويرفدوهم في سيارات ويدوهم وما يزيدوش يسمعوا بهم لحد الان. سي اون كاتاستروف لا سيتياسيون اكتويل الي كاتاستروفيك. وانا نقولها لكم ونعاودها لكم، حنا رانا ماشيين في خطوه في خطوه في خطوات مصر باش يديرونا السيسي، هادي باش نفهموها مليح اكسيتيرا. ميتون تبون الى بارلي دو ديالوغ، الى بارلي دو مزيور زعما ويفتح بابو ويتكلم على الحراك. يا سي تبون تعرف منو وليت رئيس جمهوريه؟ قبل ما نتكلم على الطريقه اللي وليت بها رئيس جمهوريه لازم تكون يعني تكون عندك شويه عقل، واذا راك حاب تدخل التاريخ، واذا صح تحب بلادك، واذا صح تدافع على السياده الوطنيه تاع بلادك، اول حاجه لازم ديرها انك تعطي امر لتحرير كاع لي ديتني دوبينيون. لازم تخرج كاع لي ديتني سجناء الراي من الحباس. ما كاش واحد يعطيك قيمه ولا مصداقيه لو كان tu ne libères pas les détenus d'opinion et les détenus politiques. Sans compter que normalement في اخلاق السياسه ما تقدرش تشارك في انتخابات ديمقراطيه اللي تقول دافع ديمقراطيه وتشوف الحقره وتشوف الذل وتشوف الضرب وتشوف ناس في الحباس ابرياء في الحباس. ديجا هناك تناقض في الاخلاق تاعك. قولوا معليش شارك في الانتخابات وديتها بصحتك. اذا كنت انت تحب دير الحوار انك تمنع من الجامعه الجايه وارواح، حتى اذا انت نورمال واحد تكون رئيس جمهوريه من شهر ديسمبر باسكو لا بروسيدور لا لوا تو دي كوا كي فوا اتوندر لي جوسكو 25 ديسمبر براتيكومون لو ديلي بور لو كونسيل كونستيتيسيونيل مجلس دستوري ما يعطي يعني يصادق على النتائج الرسميه تاع الانتخابات هذه باش من بعد نديروا لي سيريموني دانفستيسور ونقولوا جوسكا جون. سي ريالمون tu es un Algérien ديني، يعني انسان يغير على بلاده كما كنت تقولها نتايا، لازم حاجه واحده تحبس هذه لا ريبريسيون وتعطي اوامر انهم الشرطه والدارك والجماعه ما يدناوش الشعب الجزائري وما يدناوش ننسى. صح ما يدناوش ننسى باسكو تضرب امراه كما نشوفها ماشي هذه ماشي قيمه، هذه ماشي رجله تضرب امراه تضرب عجوزه ترفد شاب جزائري تحطه في طوموبيل وتجي رايح، هذه مش اخلاق، هذه مش رجله، وهذه ماهيش دوله لازم، وهذه الدوله والدوله اللي دير هكذا دوله لا تحترم. وانتم اليوم انت شخصيا تبون نخلع كي ايمانويل ماكرون ما حبش يستعرف بك، قال جو برون نوت اي جابيل او ديالوغ، بيان سور كي برون نوت. واش حبيت ايمانويل ماكرون ماشي كيما السيسي، السيسي ديكتاتوري دونك يستعرف بك انت يا ويستعرف بالنظام الديكتاتوري اللي حطك. اسبانيا تا فيليسيتي باسكو اسبانيا ادي دير غاز من عندك ومديتو لها ديزافونتاج وعندها دي كروز افونتاج او نيفو دو غاز اكسيتيرا. مي واحد كيما ماكرون ما يستعرفش بيك، علاه ما يستعرفش بيك؟ لانك رئيس اقليه، هنا ندخلو في الانتخابات الرئاسيه خاطي وتاتي. ناس بزاف ناس قال لك بلي يا جماعه انتم غلطتونا الصحافه، بعض من الصحافيين اللي كيما حنا غلطتونا وكنتو تقولوا بلي ميهوبي خرج لنا تبون. يا جماعه قراو سي فو بلي ابخوني ا ليغ، نو فات با دي روبخوش كونت فو نو ليزي با، il faut apprendre à lire. Nous étions les seuls sur Algérie Part et nous avons l'article, on peut le republier. Ou on a l'article là, ou qu'on a les rares les qu'on a. Ya jma'a, il ne faut pas enterrer Tebboune. Qu'on a belli hadi gaa mihoubi, ça peut être une mise en scène. Belli khadou b'azdin mihoubi, bach yedi ou tazlil a'lami, ou yitmeskhrou b'l-nas, ou yimanipilou l-nas, même ba'd yikharrjlik une autre candidat, yikharrjlik le vrai candidat du système. يخرج هو اي سيتي تبون. وحنا كنا مع الاول اللي كنا نقولوا بلي تبون سي لو كونديدا دو سيستيم سي لو فافوري دو كايد صالح اكسيتيرا. اون جامي دي كو ميهوبي ا رومبلاسي ديفينيتيفمون تبون. الارتيكل اكزيست لازم تقراو برك يا جماعه وتشوفوا بلي الارتيكل درناه واحد 4 ايام ولا 5 ايام قبل سمانه قبل الفوت، قلنا بلي سي بوسيبل تبون مازال عنده ما ماتش وما لازمش نقتلوه، مي فو با لونتيري الى اونكور دي شونس. ميتنو واش صرا البارح؟ لازم تفهموا مليح واش صرا البارح. كي بداو الانتخابات اسبوع قبل قومه تبون واش داروا له؟ تبون حبوا يكسروه. باش نفهموا مليح شكون اللي كان يحب يكسروه؟ ماهوش القايد صالح. يا جماعه نفهمكم مليح باللي المؤسسه العسكريه عندها بزاف لي كلون. وكاين دي بوتي جينيرو ولا دي بوتي اوفيسي سوبيريور، يعني ils ont profité de l'anarchie du pays pour essayer de prendre du pouvoir et d'essayer de s'impliquer en politique et impliquer leur choix. انا كنت نقول لكم يا جماعه ما تتبعوش الروايات تاع الخرطي، نو سويفي با لي فيك نيوز. حنا ارجيري بارت نحن الوحيدين ونا في اون ايميسيون
وكتبنا ديز ارتيكل لاسيو، وقلنا باللي اللي عنده الحكم حقيقه في الجزائر هما 8 رجال، هما جاي صالح شفته ليطا ماجور، بن علي بن علي جينيرال دو كور دارمي اي حاكم لا غارد ريبوبليكان، عبد الحميد غريس اس جي سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال، لي شيف دو ليجون كيما مفتاح صواب تاع لا دوزيام، علي سيدان تاع لا بروميير، شنقريحه سعيد شنقريحه تاع لي فورس تيرست، بوب عيزة تاع لي فورس ايريان. ها مليك لي محاكمين حقيقة الدولة عندهم اللي عندهم الحكم، وقلنا باللي هادو السبعة ثمانية هما اللي راهم يتلاقاو بيناتهم ويتلاقاو في وزارة الدفاع الوطني، وبراتيكمون كل يومين ثلاث ايام كانوا يديروا ريونيو ويديروا القرارات، اهم القرارات واهم هما اللي داروا الخريطة السياسية، وعندهم خريطة سياسية، والخريطة السياسية كانت فيها 8 9 9 اكزاكتومون 9 ولا 8 باج كايتي كريت قبل ما يطيح بوتفليقة. ديجا وجدوا الخريطه السياسيه تاعهم يعني قبل ما ينحوا بوتفليقه ديبيو افريل، في شهر مارس بداو يتلاقاو بيناتهم وداروا اون فوي دو روت بوليتيك. هادو هما لي فلي ديسيدور، مي هو بي سونيتي با كاين صلاح اللي كان يعاون فيه، ما تغلطوش الناس، وحنا ما قلناهاش اللي كان يعاون فيك في مي هو بي شكون؟ جينيرال ماجور وسيني بوعزه، بوعزه جينيرال ماجور وسيني بوعزه سي لو ريسبونسابل دو لا دي جي سي دو لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيكوريتي انتيريور كي لون دي برونش دي سيرفيس سيكري. شكون اللي كان يعاونو تاني؟ جينيرال ماجور دحماني، جينيرال ماجور دحماني زروق دحماني ايتي لو ريسبونسابل دو لاكسيون سوسيال دي زوفر سوسيال في مينيستير لا ديفونس ناسيونال. من بعد داو يتقربوا دوطر جينيرو، تقربوا باغ اكزومبل من جينيرال محمد ماجور محمد قايدي، محمد قايدي قنعوه قال لك مشي معنا لازم نعاونو ميهو بي شاب كدا خدمة تبون، وتبون عندهم مشاكل مع الفساد وكدا، داروا ان كرو بيناتهم، ولكن لو كرو هذا اي با بويسون. هادو سيدي هادو هادو خضره فوق طعام، محمد قايدي وسيني بوعزه دحماني ما عندهمش بوفوار الجيري، يعيط لهم القيه صلاح يبول عليهم يقول لهم روحوا تركوا على وحدكم، سي با عشان قري حيزكي عليهم يروحوا يخرجوا على سي با هو لي ديسيدور. هادو سيدي بوتي جوار حبوا يلعبوا، كانوا دايرين في بالهم بلي ميهوبي يقدر يقدر يعجب المؤسسه العسكريه، يعني يقدر يعجب قايد الصلاح واش معاه لاجل علاقاته مع الامارات وكذا وكذا. دونك هما راحوا عطاو له، راحوا حكموا بهوبي وعطاو له واحد الروايه يعني قنعوه باللي اصدم حنا رانا معاك والقايد يحبك، والقايد واش يقولوا له؟ كانوا يقولوا له القايد يعيط لك الشاعر ويحبك ويعجبك وماذا به يدير شاب ماهوش حاب يحب واحد كيما تبون ولا كيما بنفليس. بهوبي مسكين نية ما عندوش في الراس اصدم، ولي زوم دافير اللي كيسمعوا زرايمي طورش لوهيبي تاع وهران سيغتان زوم دافير كيسمعوا راحوا اصدم عاونوه. من بعد واش داروا؟ هذا محمد قايدي وبوعزة داروا ينكت، داروا ايزون لونسي دي زونكات على تبون، وكي حكموا كومو يسابيل الاخر عمر علي لات كي تي لاندي برادروا دو تبون، وحنا حكينا عليه، حنا على عمر علي حكينا عليه قبل ما يجيو يحكموا على الحبس اكسيتيرا، اللي زارتي داجيري باغ سون لا، كي حكموا عمر علي لهاد اكسيتيرا حبوا يدكوا الحبس، صح القايد ما قالش لا لا، مي القايد موجع على بالكم قايد سعيد شنقريحه هادو سي سون روزي، هادو لي فيو جينيرو عندهم الحيله، تعلموا الحيله في زاكاديمي سوفيتيك وتعلموها في الجبل، قايد صلاح عنده الحيله تاع المجاهدين تاع لو ماكي اكسيتيرا، خلى الاخرين، خلى لي بوتي جينيرو يطيحوا على تبون. وهنا كي حطوا عمر علي لهاد الحبس وقاي صلاح ما دخلش روحو، محمد قايدي وسيني بوعزه وكومو يسابيل جينيرال دحماني عام بالهم بلي خلاص بلي تبون كسروه، قاي ماهوش معاهم ماهوش مع قاي صلاح ماهوش معاهم. هنا ركب الموجه، اني صلاح مالي تاع النهار تي في ركب الموجه، الشيوخ ركبوا الموجه، الجزائريه ركبوا الموجه، الشعب كبير ركب الموجه، كاين ناس كانوا يمدوا دراهم تبون جبدوا على تبون راحوا عند ميهوبي، حتى لي ديبلومات ايترونجي وداوها في لا مانيبيلاسيون، لي زومباسادور ايترونجي هارجي قال لك خلاص واقيلا ابارامون سي ميهوبي، جون افريك كذلك ركبوا في الموجه وداروا واحد لوبيراسيون دو بروموسيون امبورتون بور ميهوبي سو جون افريك، تو سا سي دي خرطي باسكو على بالهمش ما يعرفوش النظام الجزائري كيفاش يمشي، النظام الجزائري ما يحكموش واحد كيما قايدي صغير، يعني في بالكم النظام الجزائري يجي واحد كيما قايدي ولا بوعزه عنده يحكم يعرف مانيبولي، هذا عنده بليس، حنا كتبناها في الجيني بار، طوك ما الشنقريحه ما يمشيش معاك، طوك قاي صالح ما يمشيش معاك، طوك بن علي بن علي ما يمشيش معاك، ما عندكش سوتيان، سي سا لو فيغيتابل سوتيان، خلاوهم قاي صالح وش معاه خلاوهم في نيتهم. تخرج كانت هم علاش خلاوهم باسكو خرجت عليهم هما بورو
Ça les arrangeait que les gens arrêtent de croire que Tebboune était déjà président, il allait déjà te gagner. Ça les arrangeait. Ça les arrangeait parce que quand le Habib Zama, il y a tout acte de misdaqiya, le vote. Donc il fallait que Tebboune soit cassé, détruit, tabassé par le Nahar, Choro, ou les autres médias, les Kanama Améhobi. Qui a apporté le dernier virage de vote? Zed au Khalq pour l'affaire de Benflis, parce que quand le Khalifin de Benflis, il dérangeait Choui Améhobi. Khalom, qui a le vote? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est que, Houa, Tebboune, Ken, déjà, Hachah, Al-Mihoubi, ou l'Ukhrin. Parce que, Khdem, Khdem, Ta'ou, sur le terrain. Et au moment où Nes, Tsoufi, Tebboune, ou Taï, Halé, ou Tkassar, Fih, Tebboune, Ken, Khdem, Khdem, en coulisses. La FLN, officiellement, la direction du FLN, Gen, Khdem, Khdem, voté au Mihoubi. Ou Alakin, les militants du FLN, M'chaou, Gam, Tebboune, même, M'chaou, Shma, Mihoubi, Dien, le Farkh. L'actuelle direction de la FLN, elle n'a aucun contrôle sur le FLN. Où je connais Mcham Amihoubi, l'impéa, Taj, Ahzab microscopie, yani, mais elle n'a pas de bien, mais elle n'a pas de chérie, mais elle n'a pas de mais c'est qui m'a Tebboune, il a ratissé là. En plus, au sein de l'institution militaire, le Juno, Dougda, elle n'a pas de Tebboune, elle n'a pas de Tebboune, elle n'a pas de c'est-à-dire que, déjà, l'aqalie, elle est jazaïrienne. Les votants, هذيك الاقليه بلا ما يترافيكي الفوت بلا ما يترافيكي الفوت ديجا تبوك غادي يخرج رابح علاه باسكو هو ديجا يلافي ديجا سي بروبر بارتيزون وعنده هيبه وعنده قيمه اكثر من ميهوبي ميهوبي يا جماعه ماهوش ميهوبي دون نيمبورت كال اليكسيون نيمبورت كي بو البات نيمبورت كي كون يبو البات يعني انا غوت واش نيمبورت خويا صغير تحط في انتخابات يغلب ميهوبي ما عندوش شخصيه ميهوبي ما عنده مسار ما والو وزير الثقافه واش حاجه سهله Par contre, les réseaux de Tebboune كانوا يخدموا بالعقل وكانوا يدوا في الضرب وكانوا Tebboune كان يدي في الضرب وكان ساكت وكان على باله واش راح يصرى وكان نهار كي لحقت البارح في الليل واش صرى انهم غابليفو البارح كي بالعيد كي ميهوبي كي بنكرينا قال لك كاع لازم دوزيام تور كاع لحقوا دوزيام تور سكي سي باسي هنا سكي سي باسي جو فو راكونتي سكي سي باسي هنا الحلقه المليحه كاع هما كيشوفوا بلي تبون صح ما تكسرش وبلي اغلب الانتخابات صح وداها يعني سون ترافيك داها مي كومون تبون الى ايتي ايدي الى ايتي ايدي اون انيولون لي فوت تاع بنكرينا باسكو بنكرينا لا ديباسي ميهوبي دونك صحاب ميهوبي اللي سبيري كو يخرجوا يعاونوهم يعني كانوا حابين بلي بوعزة الجينيرو بوعزة ولا قايدي والاخرين ils vont intervenir pour aider Mihoubi, mais Mihoubi, au moins, il y a un moulou à l'échelle, il va obliger la deuxième tour. Au fait, deuxième tour, il s'est dit que le Khamdou a fait 15 jours de campagne électorale, que tout le reste de la route est bon. Là où il gagne Salah, il doit faire une table, où il doit mettre le dîner ou le wenu, au contraire, à qui a été gagné ce qui est au exactement à 22h30, vers 23h, il bat au rapport l'état-major, qui était en réunion, les 8 hommes qui étaient en réunion, le ministère de la Défense nationale, quand ils ont dit que le ministre de la deuxième tour, ils ont dit que Bengrina était en bonne. Le chef, le haut commandement militaire, il a dit un deuxième tour avec un islamiste contre un nationaliste, il n'en est pas question. On n'acceptera jamais un islamiste au deuxième tour. C'est bon. Bengrina, tu as le choix à Kéma, tu as fait l'intérabat. Alors c'est bon. Vous annulez, vous faites une manœuvre, vous favorisez directement Tebboune et vous annoncez le résultat demain Tebboune président. Oui, Chidiro. Il y a des bulletins qui étaient favorables à Bengrina et favorables à Mihoubi, ou Benflis, Chouya Mihoubi. Ils ont annulé. Ils ont annulé ces bulletins-là. Regarde, c'est des bulletins qui n'étaient pas corrects. Et ils ne sont pas conformes à la loi électorale. Quand ils ont annulé les bulletins de Bengrina, de Ali Benflis, ou Bel'Aid surtout, ou Chouya Mihoubi, ils ont été en train de faire 51%. Qui te fout 51%, c'est la majorité. C'est ce qu'ils ont fait. يعني المؤسسه العسكريه مش مؤسسه عسكريه يعني جاي صالح وصحابه ما عاونوش تبون بزاف بوغليزو باسكو ديجا كان راح يديها لانه سياسيا في التنظيم تاعو في اورغانيزاسيون تاعو اللي تي بلو كريديبل زاد عاونوه في الليل نحاولوا سون انيولي لي بوتان فوت بور سارتان كيما بنكرينا وبالعيد وشويه ميهوبي وهو طلع هذه هي الحكايه دوكا ميتنون روبرت كيلاح والاخرين ما عجبهمش الحال زعما كي بداو يتصلوا بهم قال لك جماعه سي بون فو بوفي ني كونتيستي ني والو اللي يهضر ياك البارح كانوا يحلوا في فمهم وين راه مش معاه دوزيام تور مي هو بي قال لك انا طالع دوزيام تور وحقي وبالعيد قال لك انا عندي 32% دوزيام تور وحقي وبنكرينا قال لك انا دوزيام تور واليوم
في كونفيرونس دو بريس كاع سكتوا كاع خرجوا كي توتو كي كانيش قال لك هو لا راح نستعرفوا بالانتخابات مبروك للتبون بنفليس قال لهم انا خلاص جو مي روتير بنقلينا قال لهم انا ثاني جو مي روتير دو مون بارتي مي هو قال لك انا باش نعاون فيه وبالعيد كيف كيف يعني في اربعه عيطوا لهم وقالوا لهم سي بون خلاص الفيلم vous pouvez faire ni recours ni... je n'ai jamais vu une élection présidentielle sans recours même pas un petit recours vous avez les élections ça s'est mal passé te poudre en personne le gagnant l'équipe Théo a la repéré des cas de corruption des cas de fraude et huwa rabh huwa ou shka ou c'est vrai parce que je m'arrête avec mes hobbies habou yaano mes hobbies qui parle de wilayat habou ya tokhi maktemte mais les bulletins qui ont été donnés à mes hobbies ont été annulés de chtaali هذا ما كان جوز ils ont été annulés les bulletins de vote annulés جوز تبون في ربع عيطوا لهم بالتليفون زقاو عليهم قال لك بالله فمك بلس كي داروا اليوم لي كونفيرونس دو بريس اي سو سون توس ريتيري وعطيكم الصحه وبقاو على خير وانا جوي نوتر رول اون بو لي ما نمشي العيا بيان سور يقدرش يهضر كيعيط لك يوسف دم كيعيط لك مصالح الامن العسكري كيعيط لك مصالح الامن العسكري اكسيتيرا ويهضر معاك اكسيتيرا سينو ما تخاف Maintenant, elle dit sur la victoire de Tembo. Elle dit, chauffe les commentaires, qui voulait que les chiffres, 9 millions de lecteurs. Bien sûr, certainement, il n'y a pas eu 9 millions. On est tous d'accord. Mais Rouma, ils ont gonflé. Mais ils n'ont pas beaucoup gonflé. Il n'y a pas 9 millions, mais il y a au moins 4 jusqu'à 5 millions qui ont voté. On a quand même un qui vote en Algérie. Les membres des corps constitués. Les 200 000 policiers, 200 000 gendarmes, les réservistes de l'armée, les militaires dont on peut ça, déjà à 800 000, etc. Zid, quelques fonctionnaires, on a 2 200 000 de fonctionnaires. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont intégrés au RND, qui sont au FLN. Au moins 500 000 maintenant, vous voulez voter. Déjà à 1 et demi et quelques. Zid, كاين ناس مستقنعين شياتين اكسيتيرا واش تقول لهم السلطه تبعهم واش تقول السلطه تبعهم وهادو الناس سون مينيموم 500 ولا 600 ميل ديجا انا بدي باسي 2 مليون زيد كاين جزائريين واخرين من الجزائر العميقه عندهم من التقاليد تاعهم انهم ينتخبوا في بعض الولايات اليزين عامات تيندوف اكسيتيرا سي دي ريجون والناس تفوتي باسكو بور لو فوت سي تو سيريموني بيخلطوا بين الوطنيه يقول لك الدوله خاتنا فوتي ولا نفوتيو نغرب الثقافه السياسيه مازال قديمه في بلادنا وحنا ماناش لا سويد يا جماعه لازم نعرفوا بلادنا ما نخرجوش نكذبوا على روحتينا حنا ماناش لا سويد ماناش امريكا ماناش اليابان كاين ناس مساكن واش تقول لهم الدوله يزيدوا زيد عندك واحد مينيما واحد مليون جزائري كانوا خايفين قال لك بلي الانحراف ما جاب لنا والو وحنا راه خايفين وحنا الاقتصاد راه هابط والدوله راهي طايحه وانا خايف المستقبل راحوا فحشوا لهم بالبروباغندا ميدياتيك لا مانيبيولاسيون راحوا فوتاو Donc on peut dire qu'il y a pratiquement 5 millions d'Algériens qui ont voté. Peut-être pas 9 millions, mais 5 millions. Après, comment ils ont exagéré les chiffres, voilà, ils ont comptabilisé plusieurs fiches, des morts, etc. Là, on avec un chiffre, ce qu'il est. Mais le plus important, ce n'est pas les chiffres. Peu importe, le chiffre n'est pas important. Ce n'est pas combien de personnes sont votées, c'est comment le processus électoral d'erreur. C'est qu'il fâche à l'autre boule, mais j'y là. Maintenant qu'il est là, فهمنا زنا راهي ثقله كبيره هذه راهي ثقله كبيره دونك كي طلعت البون تقول لي واش لازم نديرو الحراك لازم يكمل ناتورالمون لازم يكمل الحراك ولكن لازم نروحو الى حلول سياسيه حقيقيه اسكو تبون لازم نهضروا معاه سيغتانمون لازم نهضروا مع الغاشي كاع يفو فيغ بريسيون يفو فيغ اوغمونتي لا بريسيون قبل ما نهضروا مع حتى واحد يفو كومبروند بلي هذا تبون كيفاش ودوك هذا تبون واش راح يدير عندهم هو واش راح يديروا سي كولور استراتيجي يعني حنا في الحراك نحبسوا توجور نعرفوا نقلقوا كاس كون دوا فير مي افون دو فير يفو كومبروند سو كو لو سيستيم فا فير حنا المشكل تاع الحراك واش صاري انه السلطه قدرت تربح شويه الحراك سوف كو موا جي ليكري اليوم اونكور اون فوا نعاودها لا بروكلاماسيون ولا ليليكسيون ولا لا ديزيناسيون سموها كيما تحبوا دو تبود ني با اون ديفيت بور الحراك جو لو دي جو لو ردي ني با اون ديفيت بور الحراك علاه ني با اون ديفيت لانه الحراك نجح بالخميس مالغي التهديدات مالغي الاستبداد مالغي الضرب خرج برا في الشارع واعطى صوره حقيقيه باللي اغلب الجزائريين ماهوش مع النظام وكاع الصحافه الدوليه تكلمت بحقيقه وقالت باللي الجزائريين راهم ما فوطاوش وما تكلموش ولا هذه الانتخابات ما عندهاش الشرعيه واشنطن اليوم تكلمت وقالت باللي صح نستعرفوا بتبون ولكن حنا رانا نساندوا ومازلنا نساندوا في الحراك وهذا مربح كبير معنا الحراك بدون اليات سياسيه بدون ممثلين بدون احزاب سياسيه اللي عاونوه وحده قدر يجبر القوات العالميه تستعرف به وهذا راه نتيجه كبيره
ان الحراك ديال عدم الشخصيين ما كنتش نستنى بلي الملايين من الجزائريين يخرجوا بالخميس ويديروا الضجه، يعني الضجه الكبيره هذيك، وان العالم كاع شاف بلي الانتخابات هذا الرئيس تبون رئيس اقليه في الجزائر، ماهوش رئيس كاع الجزائريين، هو رئيس اقليه. دونك الحراك ما خسرش، فهموا مليح، ما خسرنا والو، كونتخير هذه سي كون باتاي، الى غالي لونغ، الى غالي لونغ. بار كونتر الحراك فاش خسر، الحراك نقصته الحيله، الحراك ما عندوش الحيله تاع النظام، النظام الحراك يدير حاجه، النظام على بالو الحراك واش يدير، ولكن الحراك ما على بالوش النظام واش يدير. Autrement dit, on se bat contre un ennemi qui connaît nos stratégies, qui connaît comment on fonctionne, mais nous, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment il fonctionne. Et l'erreur des Algériens, c'est de simplifier les dames d'Aram. Le régime algérien n'est pas simple, n'est pas du tout simple, il est même très complexe. Donc, il faut, si vous voulez qu'on change le régime en Algérie, si vous voulez qu'on change le pouvoir en Algérie, il faut d'abord arrêter de sous-estimer, il faut le comprendre et savoir ce qu'il va faire. وهذا هو الدور تاع الاعلام الحر، انه يعطي معلومات جديده وبمصادر موثوقه كما نقولوا، افيك دي فيغيتابل سورس، افيك دي فيغيتابل انفورماسيون كي سون كونفيرمي كي سون ريال، كوم سا سا فا ايدي لوبينيون بوبليك ا ميليتي سور لو تيران ولا سو بريباري ولا اوفيزاجي دي اكسيون بوليتيك. تبون راح يربح، شوف تبون الهدف الاول تاعو اليوم دوكا كي طلعوه داروا رئيس الجمهوريه هو ربح الوقت، يربح الوقت باش يقول لك نربح وقت باش نكسر الحراك. هما في بالهم يزون اون استراتيجي، هما سلميت الحراك خلاص داتهم دون ان بياج وكسرت لهم كاع الاستراتيجي تاعهم، ما يقدروش يتيروا على الجزائريين باسكو الجزائريين ماهمش يتيروا ماهمش يضربوا ماهمش يحقروا، ما يقدرش يقتل يقتل الحراك ولا يضربوا بالرصاص باسكو لا كوميونيتي انترناسيونال نو فا جامي لاكسبتي الى الحراك اللي ريستي باسيفي. سي بو كوم لي جيلي جون راحوا كسروا، طيب وكان كسروا اكسيتيرا، كان وسائل الامن الجزائريه تيري تضرب وتنفذ الحباس، واش يدير؟ يقول لك انا اذا هما عندهم السلميه انا عندي الوقت، هو حاب هو النظام حاب يكسر الحراك بالوقت. تبون واش يدير؟ يدير لك دستور جديد فيها انتخابات ريفيروندوم، ديجا هادي راه يلهينا بالدستور، ها واش راح ندير فيه واش ندير فيه وما على باليش، ديجا راح يلهي يربح فيه وقت. من بعد يفا ليبيري سيغتان، يفا ليبيري سيغتان ديتنو، من جونفي يروح يفا ليبيري كالكو ديتنو، يخرج لك برقعه ومن يخرج لك كاريطاب ويربح بهم شويه وقت، ومن بعد يحب يجوز المعارضه ويدير معاهم اون كونفيرونس ويتحاور معاهم يعرضهم، بالك يجيهم قصر المرادية ويستقبلهم باش يربح وقت، باش يلعب الحنانة تاع الجزائريين، باش يمانيبولي وحنا ليزاجيغ الغالب، حنا بالحنانة اون بو افوار لي سيتويان الجزائريين. من بعد يدير انتخابات تشريعية مسبقة، يفا ديسوغ لو بارلومون، بالك الربيع هذا ولا ماكسيموم لا غونتخي سوسيال تاع 2020. هو الهدف تاعو انه يسير البلاد واحد العام ولا عامين، وفي العام ولا عامين هما يلهوا فينا ويخرجوا لنا ملفات واحده اخرى، ويحكم لك بعض الناس تاع الفاز على الفساد ورموز الفساد، يرميهم في الحبس ويدير لك محاكمات ويخرج لك ديزيستوار. الهدف الوحيد تاعو انه يلهي الناس ويربح عامين ثلاث سنين. في العامين ثلاث سنين الديناميكيه تاع الحراك تقدر تسقط لو كان ما تجيش حلول سياسيه واحده اخرى. هو على بالهم باللي النظام على بالهم باللي الحراك ماهوش حاب ينظم روحو سياسيين وما عندوش ممثلين، يقول لك انا نربح بالوقت، ندير تغييرات سطحيه، نخرج هذا من الحبس وندخل واحد اخر، ندير دستور جديد بصح ما نطبقوش وما نديروش مليح كاع وما نديروش في صالح الديمقراطيه ب 80%، ندير برلمان جديد باش نحب باش ما نقدرش يقولوا لي في الدول الاجنبيه بلي ما عندكش برلمان، ما عندكش برلمان تاع تمسخير ولا ما عندكش شرعيه في البرلمان، ويربح وقت. ولذا هما الوقت اللي في هنا المشكل، الوقت في صالحهم، لانه حنا عندنا بلاد لازم نسلكوها، عندنا اون كورس كونت لا مونتر، اون دوا شونجي لو سيستيم بور سوفي ce qui reste à sauver, parce que déjà l'Algérie elle est complètement allée sur le point de l'effondrement. On peut pas tout vous dire dans une seule émission, on peut pas tout résumer, c'était juste une introduction un peu, on vous a raconté ce qui s'est passé la soirée électorale à وحكينا لكم باللي وحنا كي نتكلموا على المعلومات حنا ماناش عندنا متفقين مع الانتخابات ولا، نحن صحفيين عندنا الاحترافيه لو بروفيسيوناليزم اي دو ديكريغ سو كي سو باس اي ديسبليكي بوركوا سا سو باس كومون سا سو باس تراكونتي لي دوسو دو سو كي سو باس كوم سا فا بارميت ا لوبينيون بوبليك دو نوتر بيي دو سو ديفلوبي اي دالي فير لو ميور. خاوتي خواتاتي جو فو رومارسي انورمومون، يعطيكم الصحه اللي تبعتونا اليوم، جيسبر ما طولتش عليكم بزاف وجيسبر كو فهمتوا وشو صار في البلاد، وتبعونا بدو طول.